بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، النهاردة هنكمل في كورس Foundations Engineering 2، وهنتكلم النهاردة على البارت 17 اللي هو البارت القبل الأخير في الشابتر بتاعنا، وهنكمل النهاردة القاعدة المنفصلة اللي هي معرضة للباي أكسيال مومنت. احنا خلاص جبنا الدايمنشنز بتاعتها وجبنا الاستريسز وطمننا على المومنت، فطبعا زي ما انتم عارفين بقى نتكلم على الخطوه اللي بعد كده، ان احنا نعمل تشيك على مين؟ على البانشنج. بردك نفس النقطه، طبعا معروف التشيك بانشنج على بعد قد ايه؟ دي على 2 من وش العمود زي ما انت شايف، بس المشكله ان الاستريسز تحت نون يونيفورم عشان اطرح منه، فبجيب الافرج. الافرج عند النقط الاربعه دولت هم نفس الافرج بتاع النقط اللي بره خالص، فهبتدي اجيب مين؟ اف يو ان افرج، اف يو ان 1 زائد اف ان 2 زائد اف ان 3 زائد اف ان 4 على مين؟ على 4 جبت الافرج بتاعتي. يبقى الكيو بانشنج عباره عن بي التيميت ناقص مين؟ اف ان افرج في مين؟ بي كولوم زائد دي في بي كولوم زائد دي اللي احنا عارفينها، بي كولوم زائد دي الكول سكوير، ده مربع ابسط انواع التصميم اللي احنا خدناه في فاونديشن 1 حتى مش في فاونديشن 2. يبقى الكيو بانشنج عباره عن كيو بانشنج على بي نوت في الدي، وده لازم يكون اقل من مين؟ من الكيو سي يو بي طبقا للكود المصري. طيب ده طب كيو سي يو بي كنا بنجيبها ازاي لو تفتكر؟ كيو سي يو بي طبقا للكود المصري جذر اف سي على الجاما سي او نص زائد بي كولوم على ال كولوم في جذر اف سي على الجاما سي او 2.5 في 4 دي على بي نوت زائد 0.2، انهي واحده فيهم؟ بناخد الاقل منهم. بنشيك ان كيو بانشنج لازم تكون اقل من كيو سي يو بي، يبقى البانشنج عندي سيف. طيب اطمننا على البانش، نخش على الشير. شفت هنا بقى الشير على بعد مين؟ دي هنا المفروض ان احنا نرجع للجدول بتاعنا ونجيب الاستريسز عند مين؟ عند 7 و8، يعني نجيب الاف يو ان عند 7 والاف يو ان عند مين؟ عند 8، على اساس خلاص انا عرفت بقى الدي ديت من المومنت، فابتدي يبقى المسافه الاكس بتاعتي عباره عن نص العمود زائد الدي، والواي بتاعتي اللي هي نص القاعده، يبقى اقدر اجيب عند نقطه 7 وعند نقطه 8 الاستريسز. ليه؟ عشان الشير بتاعي على بعد دي، فانا عايز اجيب الاستريسز تحت النقطه. طبعا قلنا الجزء ده الاستريسز نون يونيفورم خالص، بس انا هاخد مين؟ عند الاربع نقط دولت واجيب الافرج بتاعتهم، اف يو ان 1 وكام؟ و3 و7 وكام؟ و8، اقسمهم على اربعه جبت الاف يو ان ايه؟ افرج. اجيب الكيو شير. طبعا خلي بالك برضك من نقطه مهمه جدا، ان انت ما لاحظ في الحاله بتاعتنا ديت بناخد حاله واحده، ما بناخدش كريتيكال سيكشن على الناحيه الثانيه. ليه؟ عشان هي ده مربع والمسافات متساويه. فابتدي اقول بقى كيو شير اي بتساوي كيو شير 2 اي بتساوي الاف يو ان افريج اللي انت جايبها في 1 في السي اي ناقص مين؟ الدي. كيو شير كاستريسز هي بقى 1 و2 عباره عن كيو شير على 100 في دي، اقارنها بمين؟ كيو سي يو اللي هي 0.75 في 1.3 في 1 في نص في جذر اف سي يو على جاما سي، ولازم الكيو شير بتاعتي تكون اقل من الكيو سي يو، يبقى في الحاله دي سيف. اما لو طلعت ان سيف بنزود الدبس بتاعنا. كده انا جبت دبس محترم يقاوم مومنت، يقاوم بانشنج، يقاوم شير. يتبقى لان انا اجيب الحديد، وده اللي هناخده في اخر جزء من هذا الموضوع في هذا الشابتر. شكرا